عبرت الفنانة السورية فرح يوسف التي وصلت إلى أرض الوطن اليوم بعد أن مثلت بلدها سوريا بمشاركتها وحضورها اللافت والنوعي في برنامج أرب أيدول عن شكرها وامتنانها لوطنها سوريا وتقديرها لشعبها الأبي الذي قدم لها التشجيع والدعم المعنوي الذي أوصلها إلى هذا التألق والنجومية، مؤكدة أنها ستواصل عملها ومسيرتها الفنية لترفع رأس بلدها وتمثله في كل أصقاع العالم. أنا شعوري كله فخر، أنا شعوري فخر فيكم وفخر بالدنيا كلها. الله يحمي لنا هالبلد وأمين يا رب ترجع أحسن من كانت من قبل. بعد كل الأزمة اللي نحن فيها، بعد كل ما الناس عنا بضائقة، أنا إجاني يعني نسبة تصويت عالية كتير كبيرة ما شهدتها ولا أي دولة. يعني هذا العلم اللي ربينا عليه، هذا العلم اللي وحدنا، هذا علم بلدنا سوريا. ربي ثبت علمها وبيام المحن قادر علمها، ندعي لرب الكون يحمي أهلها. ترابك يا سوريا أغلى من الذهب، أوف أوف يا سوريا. إنها لحظات صعبة وممتعة في آن معا، وشعور بالسعادة بعودتها بالسلامة، هذا ما عبرت عنه والدة فرح. سعيد كتير كتير بجيتها بخير وسلامة، وإن شاء الله هي جاي لحتى تشكر شعبها وتحييه على دعمه لها. ها هم أبناء سوريا يواجهون